بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. الجاني والمجني عليه بين الأولمبية الدولية والكاف. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في الحلقة 686 لقاء الاثنين من ملك وكتابة، واللي بدأها المهندس عدلي بتوجيه سهام الاتهام والجدل. قضية الساعة اللي حضرتك لازم هتعرضها بالتفصيل، أيوة، هي الحيرة بين مصلحة المنتخبات وحقوق الأندية والعكس، فتكتشف أن الجاني والمجني عليه، ها، اللي هم المنتخبات المجني عليهم والأندية، دول المجني عليهم، من الجاني؟ هنشوف عموما في تفاصيل كثيرة في هذه الحلقة، وهذه أبرز عناوينها. مقالي ومقالوا، هذا ليس وقت الهري. الغربال الكاف يمنع الجدل. بعظمة لسانه جنيه الأهلي وسعر الصرف الرياضي. الشموع الحمراء، التتش، المرجعية الأسطورية. أسرار الملك عن ملك الحركات. وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. ده مضمون الحلقة اللي نتمنى النهاردة إن شاء الله نقدر نناقشه كله مع حضراتكم.